مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة الأسبوع من كلام صريح. حلقة اليوم سنتحدث فيها عن قانون الأحوال الشخصية بعد إقراره في مجلس النواب، وحاليا في مسير حسب المراحل الدستورية. ما زالت هناك مطالبات عدة، منها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية، وأيضا مطالب من حملات أخرى، مثال ذلك حملة احموا أطفالنا. تعديلات تمت، ولكن المطالبات ما زالت تتصدر الميدان في المجتمع الأردني. ونتساءل اليوم، هل نحن جاهزون لإقرار القانون الأحوال الشخصية بشكل دائم؟ هل راعى القانون المصلحة الفضلى للصغار؟ هل راعى جميع الأطراف داخل الأسرة حسب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؟ والسؤال الأبرز، هل قانون الأحوال الشخصية دستوري ويتواءم فعلياً 100% بأحكام الشرع الشريف؟ قانون الأحوال الشخصية بين مطالبات بتعديلات وإقرار النواب، بين مطرقة حقوق المرأة وسندان الصراعات الجندرية، وهل تحققت الممارسات الفضلى في التقاضي بالمحاكم الشرعية؟ وهل تحققت المصلحة الفضلى للصغار في القانون وفق معايير الاتفاقيات الدولية؟ مشاهدينا، للحديث أكثر حول موضوع الأحوال الشخصية بتعديلاته وإقراره، نرحب بضيفينا الكريمين، فضيلة الشيخ الدكتور أشرف العمري مستشار قاضي القضاء. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. نورتنا وشرفتنا اليوم. ونرحب بالمحامية الشرعية الأستاذة فاطمة الدباس. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك. شرفتينا. وأستأذنك نبدأ مع فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ دكتور أشرف، هل نحن جاهزون اليوم أن يكون قانون الأحوال الشخصية بعد إقراره في مجلس النواب وذهابه للأعيان والمراحل الدستورية أن يكون دائما، أم بحاجة بمزيد من التعديلات حسب مطالب الشارع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أظن أننا بعد 8 سنوات من تطبيق القانون، وبعد الطريقة التي أصلا وضع بها مشروع القانون حتى ذهب بداية ليكون قانونا مؤقتا، بالحوارات المجتمعية الكبيرة التي أديرت حول هذا المشروع قبل إقراره من الحكومة بشكل قانون مؤقت، وبعد التطبيق الفعلي والتعديلات اللي أدخلها مجلس النواب بالتشاور أيضا مع العديد من الشركاء والعديد من الجهات، بتصور الآن إن شاء الله نكون جاهزين إذا ذهب القانون إلى مجلس الأعيان الآن وأقر، ونأمل أن يقر وفق التعديلات اللي أجراها مجلس النواب. فإذا أقر أظن أنه نحن الآن جاهزين ليكون قانون مؤقت. نعم، أشكرك دكتور. أستاذ فاطمة، يعني دائما القانون متهم بأنه بيثير الصراعات الجندرية. يعني من أمس، من وقت ما بلشنا نروج للحلقة، اتصالات الرجال الآباء كانت أعلى من اتصالات النساء والأمهات، وكان عندهم مشاكل مع القانون. هل بتشوفي أنه هالقانون حتى بعد إجراء التعديلات في مجلس النواب بيثير الصراع الجندري بين المرأة والرجل داخل الأحوال الشخصية بصراحة؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو من بداية ما تعدل قانون الأحوال الشخصية في عام 2010 كنا نشعر أنه نقلة نوعية، وخصوصا عندما نص على مصلحة الطفل الفضلى. نعم. وشعرنا بأن هذا القانون متوازن نوعا ما مع ظروف الأسرة، لأننا نتحدث نحن عن حقوق الأسرة، لا نتحدث هنا عن حقوق مرأة منفصلة عن الرجل. لكن كل شخص يمر بحالة معينة أو بحادثة أو بقضية لا يحقق ما هو يريد، يشعر أن القانون ضده، وبالتالي المرأة إذا شعرت بأن هذا القانون ميز ضدها وأعطى حقوقا للأب وأعطى حقوقا للطفل أكثر منها، ستشعر بأن هذا لا يراعي الجندر وبالتالي فهو تمييزي. الرجال غالبا يقولون بأن هذا القانون قانون المرأة، دائما موكليني لما بيجوني أنا بفهمهم أني أنا ما راح أحصل لك حقوق كثيرة، إن رفعت عليك نفقة بدك تدفع نفقة، إن رفع عليك افتداء راح بالآخر يتم الطلاق. نعم. سواء رضائي أو قضائي، إن رفع شقاق النزاع غالبا شقاق النزاع المرأة بتحصل عليه بالرغم من بعض التحديات اللي بتواجهها. لذلك حسب ممارسة الشخص لهذا القانون وتطبيقه بالنسبة له بيعتبروه، هل هو تمييزي، هل هو جندري، مراعاة، أهم شيء هي مراعاة مصلحة الطفل الفضلى
الله، لأنه إذا استقر الطفل بتستقر الأسرة، وبالتالي هذا ينعكس على المجتمع بشكل عام. تمام أستاذ فاطمة، وبدي أسأل فضيلة الشيخ من حيث انتهيتي، موضوع المصلحة الفضلى للأطفال قدي عم تتطبق صراحة في قانون الأحوال الشخصية، وهل يراعي الاتفاقيات الدولية حسب معايير حقوق الإنسان؟ هل تم أي تعديلات عليها في القانون حسب إقراره في مجلس النواب؟ وزي ما حكت الأستاذة فاطمة، الموضوع ينظر إليه كل طرف من أطراف الأسرة من زاويته ومن وجهة نظره. نعم. الأم تنظر لمصلحة الطفل من وجهة نظرها، وكذلك الأب، وبالتالي أحيانا تضيع مصلحة الطفل بين الطرفين إذا بقي هذا الشد موجود بينهما. نعم. إذا رجعنا إلى نصوص القانون والتطبيقات القضائية، لما نحكي إحنا تطبيقات قضائية نحكي عن أحكام قضائية، سواء كان في درجة المحاكم الابتدائية أو لدى محكمة الاستئناف. أنا قمت باستقراء الحقيقة لمجموعة كبيرة من قرارات محكمة الاستئناف، سواء في عمان أو في إربد أو في إمعان، جميعها تنص صراحة على موضوع مصلحة الطفل، وتحاول حتى المحكمة الاستئناف عند تدقيقها ورقابتها على تطبيق القانون أن تتدخل، حتى لو اتفق الأطراف على خلاف مصلحة الطفل، أن تعيد الهدف الأساسي الذي وضعه القانون، أنه يجب تطبيق مصلحة أو ملاحظة مصلحة الطفل عند إقرار الأحكام. يعني على سبيل المثال احنا بنحكي عن باب الحضانة، باب الحضانة مجموعة من المواد، إذا بتعدي كم مرة ذكرت مصلحة الطفل كاشتراط عند إصدار الأحكام، ستجدها أكثر من عدد المواد، وبالتالي هذا ملحظ مهم جدا لاحظه المشرع عندما وضع القانون، وأكد على أنه ضرورة أن تتوخى المحاكم مصلحة الطفل عند إقرار أو الحكم بأي قضية تتعلق بالطفل. نعم. فهذا أمر أنا وجهة نظري مطبق. هلأ قد تختلف وجهات النظر من حيث التطبيق، يعني الأم فعلا إذا مثلا فقدت الحضانة قد تقول أنه هذا في غير مصلحة الطفل، لكنه على أرض الواقع قد يكون بالعكس، وفي مصلحة الطفل أن لا يكون مع هذه الحاضنة أو مع ذلك الحاضن في حال زواجها، إذا فقدت الشروط بشكل مطلق. الآن إحنا بنحكي عن شروط وضعها القانون، شروط واضحة جرى بعض التعديلات عليها في أمام مجلس النواب، لكن أيضا نحن نتحدث ليس عن قانون أصم، بالتالي هناك كل واقعة لها طبيعتها الخاصة أمام المحاكم، لأننا نتحدث في النهاية عن إنسان. نعم. نتحدث عن كائن بشري، هذا الكائن تعتبره كثير من الحالات، وبالتالي المحكمة تحاول أن تقيس مدى تحقق المصلحة في هذه الحالة المنظورة أمامها، وليس القضية رياضية يعني 1+1=2 على كل الحالات، لا، وإنما هي قضية تختلف من حالة إلى حالة. والآن الحمد لله لدينا درجة التقاضي في المحاكم الشرعية أصبحت درجتين موضوع ودرجة قانون، اللي هي المحكمة العليا الشرعية. فإذا وجد أي شخص أنه أي اجتهاد في تطبيق القانون هو يخالف فحوى القانون والمصلحة العامة وأساس تشريع المصلحة اللي واردة في القانون، فعليه أن يتوجه إلى المحكمة العليا حتى تحاول المحكمة العليا أن تصوب وتدقق في هذه الاجتهادات أو هذه التفسيرات. نعم. القانونية. طيب عشان إنه نقرب للمشاهدين موضوع القضايا الأكثر تداولا في المحاكم الشرعية، اللي هو موضوع النفقات، المشاهدة والاستزارة، موضوع الطلاق بأنواعه حسب القانون، مثال ذلك موضوع الحضانة، هل بعد التعديلات ما زالت الأم تفقد حضانتها لأولادها بعد زواجها؟ هلا موضوع فقدان الحضانة بسبب الزواج، هذه قضية بتعرفي يعني قضية إشكالية في المجتمع، والقانون يعني هو حسمها بمادة، لكن برضو هذا الحسم ليس كما يظن أنه كل امرأة تزوجت مباشرة بنيجي للطفل بنسحبه بنعطيه للطرف الآخر، القضية ليست كذلك، لأنه احنا في الغالب لما نقول ترتيب درجات الحضانة داخل الأسرة ما هي، نقول المستحق الحضانة هي الأم ثم أمها، فإذا فقدت الأم الحضانة بالزواج لمن يذهب الطفل؟ لا يذهب للأب بشكل مباشر، وأنا يذهب لجدته اللي هي أم الأم، وأم الأم هي من طرف الأم لنفس التركيب الأسرية، إضافة إلى أن المحكمة هي بموجب حتى قرارات لمحكمة الاستئناف واضحة وصريحة، يجب المحكمة أن تبحث عن مصلحة الطفل، لا يجوز مجرد أن يأتي الأب مثلا ويقول هذه الأم قد تزوجت وأريد حضانة الطفل، وبنفس الوقت هل الجدات قادرات على المتابعة، التربية، التدريس؟ قد يكون حسب الأعمار وحسب الكثير من الجدات يقومن بهذا الدور بشكل كبير جدا، وبالعكس في كثير من القضايا تحاول الجد التمسك بكل ما تستطيع من قوة حتى تكون هي الحاضنة،
لأنه لدينا جدات يعني بأعمار مبكرة، يعني في عندنا جدات، يعني كان في زواج مبكر. لا لدينا جدات بعمر 40 و50 يعني. نعم دليلها متزوجوا بسن مبكرة. فهذه فائدة الزواج المبكر. نعم. كلنا طيب. جدة بسن مبكر. بالضبط. طيب رأيك أستاذة فاطمة بموضوع الحضانة وإمكانية أو احتمالية سقوطها في حال زواج الأم، وبما أنه في صار عندنا جدات لساتهم صغيرات، فإنه موضوع الزواج المبكر صار له فوائد، شو رأيك؟ صحيح. وحقيقة في موضوع سقوط حضانة أم عندما تتزوج، هاي لا ينظر فيها أبدا من التطبيق اللي احنا بنشوفه المحكمة. نعم. لا ينظر فيها إلى مصلحة الطفل. مصلحة الطفل يبقى مع أمه، لكن هي سقوط حضانة الأم اللي تزوجت، إذا سكت والد هذا الطفل أو الولي، إذا سكت فتبقى الحضانة مع الأم، لكن إذا تنبه وطلب الحضانة فغالبا الأم تقوم، يعني الإجراء اللي بيصير الآن في المحاكم. نعم. عندما يتم زواج الأم الطفل، تقوم جدة الطفل لأمه برفع دعوة على الأم خلال ساعات، بتكون حاصلة على الحضانة وبتنتقل الحضانة للجدة. يعني تطبيقيا وتقاضي الأمور سهلة. سهل. ما فيها معارضات. نعم على طول بتاخدها. لكن هي بتكون الأب ينتظر بالدقائق إلى أن يصبح عمر الطفل 10 سنوات حتى يسحبه من جدته، فهنا لا ينظر في مصلحة الطفل، لأن الطفل تعود على جدته أو تعود على أمه، فعليا غالبا بيكون الأم مقيمة عند أمها أو مستمرة بتشوف الطفل وبترعاه وبتدير بالها عليه وبتدرسه، لكن الأب ينتظر حتى يصبح الطفل 10 سنوات وينتزعه من حضانة أمه. طب ليه بتسمي أستاذة فاطمة انتزاع، وهو يعني كأب لما نقول إنه في موضوع المتابعة والرعاية، خصوصا إذا كان ذكر، في إنه يكون كمان الأولى إنه متابعته رجل حتى يتعلم الرجولة الشهامة. لا هو القانون أعطى للأم لعمر 15 سنة. نعم. يبقى عندها ويخير. لماذا لا يعطى حق الخيار أيضا لهذا الطفل؟ طفل 10 سنوات الآن بيقدر يقدر وين هو مرتاح على الأقل. نعم. في معطيات حواليه من حيث دراسته، من حيث مكان وجوده، من بيرعاه، إذا في جد موجود بالبيت أيضا بيكون الرعاية أفضل. لذلك هنا الطفل اللي تعود على هاي الحياة بيطلب أبوه، وبيكون ما عنده زوجة، ما عنده أم، منشغل عنه، وبالتالي حتى لما تقدمي دفوعك، مجرد ما هو يقول أنا بلغ الطفل 10 سنوات والدفوع بتكون مش قوية كتير، أنا عشان هيك بسميه انتزاع، بياخده من حضن جدته، من البيئة اللي تربى فيها وعاش فيها، بيروح للأب. نعم. يعني أنا بتمنى بدائرة قاضي القضاء يكون في لجان تدرس هاي الحالات. أنا عم بشوفهم بالمحاكم، الطفل ماسك بجدته والجدة عم تبكي والطفل عم يبكي والقاضي بحاول يقنعها ويقنع الطفل، لكن ما في فايدة. في إشكاليات. هو على فكرة بتكون غالبا كيدية. بيكون الأب عارف حاله أنه هو مش قادر يرعى هذا الطفل وظروفه ما بتمكنه، لكن هي كيد بهذه المرأة اللي تزوجت. يعني بما أنك أنت تركت طفلك وتزوجتي، أنا عندي واحدة الآن بدها تطلق زوجها الجديد لأنه حست أنه ابنها بدي يروح من حضن أمها أو من حضنها هي فعليا. تمام. فبالتالي بدها تترك زوجها، فإحنا ما عم نساعد الأسر تكون مستقرة بهذا المطلب. تمام أستاذة فاطمة، وإحنا بنتمنى من الزملاء الاتصال مع السيد أحمد عبوشي من دبي، الناطق الرسمي باسم حملة إحموا أطفالنا، لنحكي أكثر في هذا الموضوع. دكتور أشرف، يعني الموضوع التطبيقي في موضوع في حال زواج الأم، وموضوع أنه الطفل أصلاً عم بيعيش صراع ما بين أنه يشوف والده أو أمه، وأجواء أنه ممكن يروح بالنهاية عند الجدة لا شايف أم ولا شايف أب، كيف عالجتوا هاي الأمور حتى في موضوع المشاهدة والاستزارة والرؤية؟ هاي مشكلتنا إحنا في النزاع، يعني ننظر إلى الأب وكأنه غريب، وكأنه شخص يعني خارج عن إطار الأسرة، وكأنه يعني الطفل راح عند والده، وكأنه هذا الطفل أصبح في بيئة غريبة جدا. نقول هي أم وهو أب، وبالتالي القانون لما قال عن شروط الحاضن أن يكون قادر على رعاية الطفل في عدة جوانب، من حيث الصحة ومن حيث الرعاية والتأديب والديانة وكل الأمور هذه، فإذا أثير الدفوع في المحكمة حقيقية تقول إنه هذا الطفل سيتضرر إذا ذهب إلى أبيه حتى لو كان سن الحضانة لجد 10 سنوات، وأنا مطلع على قرارات محكمة الاستئناف تنص نصا صريحا على ذلك. بالعكس تقول يجب على المحكمة أن تتحقق، يعني أحيانا تثار دفوع إنه والله في ضرر على الصغير وربما تغيب الأم أو لا تتمسك بالدفع، ثم في مرحلة الاستئناف تأتي وتقول المحكمة يجب على القاضي أن يتحقق من مصلحة الطفل لأنه أثير قضية يجب عليه التحقق منها، بالتالي هذا الأمر محسوم. اثنين، لما نقول عن الجد لعشر سنوات، احنا نعرف انه في العشر سنوات خاصة للفتيات هو بداية سن المراهقة، وهذا السن سن خطير. لما نحكي عن عائدة في مجتمعاتنا بيت الجد والجدة هو بيت العائلة،
بيت أولاد العم وأولاد الخال وأولاد الكذا. الآن برضو في محاذير من اجتماع البيئة هذه كلها مع بعض الشباب والبنات، وقد تحصل بعض المحاذير الاجتماعية. فبالتالي احنا ليش نقول كل حالة تدرس بحالتها؟ ما في قضية من يستطيع نقول انه والله في كل الحالات ينتزع الطفل او في كل الحالات يذهب الى الأب. لا، اذا اردنا للمحامين ان يكون عندنا قضاء جيد وراقي ومستند إلى دفوع حقيقية، يجب عليهم أن يراجعوا قرارات محكمة الاستئناف ويدرسوها ويشوفوا الاجتهادات القضائية، وبالفعل يتم تفعيل الدفوع والطعون بشكل حقيقي وليست بشكل شكلي. احنا كثير من إشكالاتنا أنه يعني مع الاحترام بيكون إثارة الدفوع بشكل شكلي وكأنه مهمة فقط بدي أديها بغض النظر عن النتائج ولا أتابعها. لا، في الحقيقة أنه مصلحة الطفل تراعى في المحاكم وتراعى ضمن الاجتهادات القضائية على أعلى مستويات، وبالتالي هذا أمر من وجهة نظري مفروغ. هلا ممكن تكون بعض الحالات لم يتابع أصحابها، أو في إحنا المحاكم تنظر تقريبا 100,000 قضية في السنة، جزء كبير منها قضايا حضانات ونفقات وتعدد كبير، وبالتالي هذا الكم الكبير يعني يحتاج إلى أيضا بيئة قضائية تكون مناسبة حتى القضاء يكون لهم الوقت الكافي للنظر في مثل ذلك. عم بتشوف التقاضي فضيلتك انه الامور التقاضي والجلسات والاكتظاظ في المحاكم عم بتكون الامور بالتطبيقات العمليه كما هذا تحدي حتى نكون احنا واضحين وشفافين. نعم. هذا تحدي. هذا تحدي، لانه انا اريد قانون جيد، اريد قاضي جيد، ايضا اريد بيئه قضائيه جيد تساعد المنظومه. يعني الام تاتي مع طفلها الى المحكمه بدها تلاقي مثلا مكان امن تجلس فيه، مكان هادئ متسع. يعني احنا مثلا على سبيل المثال محكمه عمان القضايا اللي في قصبه عمان الرئيسيه محكمه مزدحمه جدا، نحن الان نفكر في اليه حتى نفصلها الى محكمتين وبالتالي نخفف على الناس ونخفف على القضاء. القاضي اللي بينظر في اليوم 50 و60 قضيه يعني كيف سيعطي الوقت الكافي لمثل هؤلاء؟ نحن الان ايضا ضمن المنظومه الجديده منظومه الاصلاح الاسري يعني نحاول حتى كثير من القضايا سحبها الى هيئات الاصلاح الاسري حتى تحاول انها تخفف على القضاء وبالتالي تساعد في منظومه الحل اللي يمكن التوصل اليها من خلال الاتفاقيات اللي هي اصبحت سندات تنفيذيه. لكن هذا بحاجه الى تعاون جميع المنظومه. منظومه المحامين اللي هم العون للقضاء، وايضا القضاء، واحنا كدائره القضاء او كحكومه نوفر البيئه القضائيه المناسبه لتنجح مثل هذه. تمام. بس كنت حابه كمان اسالك دكتور اشرف انه موضوع شو احدثته في موضوع المبيت، كانت كلمه مبيت ملفته بالمواد القانونيه. نعم. كيف صار وضعها الان، وهل هي تخدم فعليا مصلحه الطفل الفضله في مشاهده غير الحاضن بعد الانفصال؟ وانا سايرت القانون من لما قبل 2010 وضع المشروع، كنت يعني من الأشخاص اللي كان لي الشرف في أن أشارك في صياغة بعض مواده مع زملائي والأساتذتي. لما بدأنا في 2010 فكرة فقط أنه يكون في إشي اسمه مبيت أو توسع في موضوع الرؤية والمشاهدة إلى الاستزارة والاصطحاب، كان هذا على المجتمع الأردني شيء غريب. نعم. واستهجن حتى بعض النساء يعني بعثوا لنا ببرقيات وبرسائل وبمطالبات إن الفكرة ترفض مرفوضة. أنه ترفض مثل هذا الأمر، كيف ينزع الطفل منها؟ يعني كانوا متعودين على ساعتين في الأسبوع، فقلنا لا، لابد أن نمشي بالتدريج. نعم. فأعطينا حق المبيت في البداية للمغتربين اللي خارج الأردن. بعد التطبيق العملي أصبح هذا أمر متقبل وميسور، وصار في مطالبات حقيقية أنه حتى اللي بيعيشوا في الأردن يعني متجاورين، لماذا لا يذهب الطفل إلى أبيه مثلا يوم في الأسبوع؟ نعم. أو يومين في الأسبوع. من أهم التعديلات من وجهة نظر اللي أدخلها مجلس النواب على القانون وبالتوافق، اللي هي موضوع إعطاء الحق للطرف غير الحاضن بأن يأخذ الطفل لديه للمبيت 5 ليالي في الشهر، إما مجتمعة أو متفرقة، حتى نراعي المناسبات ونراعي ظروف برضو الطفل، لأنه برضو الطفل ليس بالضرورة أن يذهب كل العطلة عند الطرف الآخر، لأنه برضو الطرف الحاضن ربما يريد أن يتمتع مع الطفل بشيء من الأجواء العائلية في العطلة كمان. نعم. من حقه كذلك. فقلنا خليها 5 ليالي مجتمعات أو متفرقات حسب اتفاق الأطراف أو حسب ما تحكم به المحكمة بشكل ملائم. نعم. وهذا غير عن العطل والأعياد اللي قد تترتب بشكل أيضا إضافي. فهذا قضية من أهم التعديلات اللي ممكن أن تطرأ على باب الحضانة وباب الرؤية، لنحقق قضية شرعية وقضية معيار أيضا في موضوع الحضانة، معيار مهم، وهي أنه يكون في تواصل مع الطفل مع كلا والديه بشكل متوازن. هو أهم معيار. نعم. حقيقة. نعم. فضيلة الشيخ، وأستأذنك أستاذ فاطمة، معنا اتصال من الإمارات مع الأستاذ أحمد عبوشي الناطق الرسمي باسم حملة احموا أطفالنا. يعطيك العافية أستاذ أحمد.
مساء الخير، يعطيك الف عافيه استاذ عبيده ولضيوفك. استاذ احمد تفضل، كان في عندك بعض التعليق او الملاحظات على التعديلات التي احدثت واقرت في مجلس النواب حول فصل الرؤيه والمشاهده والاستزاره. مساء الخير اخت عبيده لك ولضيوفك في هذا البرنامج المهم وهذا القانون الاهم، اللي انا بعتقد حقيقه انه اهم للشارع الاردني بكثير من قانون الضريبه اللي نزلنا عليه على الرابع. القانون الحالي او التعديلات الحاليه اللي تمت حقيقه هي تعديلات يعني منقوصه وغير كامله، ولا تفي بالطلب ولا تفي بالغرض لمصلحه الطفل، اللي حقيقه تم الاهتمام بجميع الاطراف في اطراف الاسره في هذا القانون الا اهم طرف اللي هو الطفل اللي بنبني عليه احنا في المستقبل قاعدين. اجينا بنحكي تعديل قانون احوال شخصيه وقلنا يا جماعه لن يكون الطفل في بيئة حقيقية بعد الطلاق إلا في حضانة مشتركة، إلا يشعر بدور حقيقي للأب والأم في حضانة والاهتمام فيما بعد عملية الطلاق. القانون الحالي التعديلات اللي تمت إنه 5 أيام في الأسبوع، تمام؟ خمس أيام في الشهر، متفضل فضيلة الدكتور أشرف العمري، إنه 5 أيام في الشهر مجتمعة أو متفرقة، ويبقى الطفل باقي الشهر مع الأم. طب أنا في عندي قضية أخرى، في حال الأم فقدت الحضانة وكانت الحضانة للأب، ما دور الأم؟ نفس المادة ما عم بدور، ما عم بقدم لنا أي دور للأم في فاقدة الحضانة في هذه المسألة. المسألة الثانية، أنتوا رفعتوا سن الحضانة لعمر 15 سنة. أنا بفهم البنت حاجتها للأم لعمر 15، بفهم حاجتها يمكن لأكثر من عمر 15 نتيجة الفترة العمرية اللي بتمر فيها وخصوصية هذه الفترة من حالة البلوغ والأمور الشخصية اللي تحتاجها البنت، ولكن هل من المنطق أن يبقى الطفل الذكر مع أمه، نرفع السن لعمر 15 سنة ويفقد أهم عامل ودور الأب في عملية التربية والنشأة وحصرناها بخمس أيام بالشهر؟ كيف هذا الأب بده يربي رجوله وكيف بده يعلمه عادات ويعلمه تقاليده، كيف بده يتعلم عليه، يعني كيف هذا الطفل بده ينشأ؟ اللي رفعنا العمر من 7 سنوات ل15 سنة على أي مبدأ إحنا؟ نعم، قام مجلس النواب وعدل هذا التعديل. لو نرجع للمذاهب، وانا تناقشت فيها مع مقرر اللجنة القانونية، دخلنا بالمذاهب يا استاذ احمد، تفضل. في المذاهب، انا في المذاهب، مذاهب ارجعي واقراي في المذاهب استاذ عبيده. نعم، الاربع مذاهب الاساسيه. هلا بس عشان انوه استاذ احمد، وحضرتك تتحدث عبر الهاتف، نحن عم نعرض الان اهم التوصيات والتعديلات اللي كانت مطلوبه لحمله احموا اطفالنا، وهي تم إرسالها حتى لمجلس النواب والأعيان ولديوان الرأي والتشريع. ولم يتم أنا أستاذ عبيدة، ولم يتم التطرق لها ولا يتم الاهتمام فيها. آخر شيء ممكن يهتموا فيه في قانون الأحوال الشخصية هو الطفل، لأنه حقيقة في بعض المؤسسات عندنا في الأردن، نعم، قوية ويعني فرضت. طب شو المطلب الآن؟ المطلب شو أستاذ أحمد؟ موضوع الحضانة المشتركة، الحضانة للذكر، تعديل سن الحضانة للذكر يبقى العمر 15 سنة مع الأم، هذا الكلام غير منطقي. القضية الثانية، المادة 177 ألف إذن السفر بالمحضون، تخيلي أن الولي الشرعي ليس له أي ذكر في هذا القانون، ويتم السماح فقط الأم بأنها تقوم بعملية السفر بإذن من القاضي. طب الولي الشرعي وين؟ فيش أي نص مادة يتحدث عن الولي الشرعي في عملية السفر. لما تيجي تحكي في المادة 181، تمام، اللي هي لها علاقة بالمبيت، هل خمس أيام كافية يا دكتور أشرف؟ هل خمس أيام كافية؟ تمام، لهذا الاب. وصلت المسافر المقيم خارج البلد، وصلت الفكره سيد احمد. حتى يبقى وقت قبل الفاصل حتى نقدر نرد على اسئلتك، السيد احمد عبوش الناطق الرسمي باسم حمله احموا اطفالنا، شكرا جزيلا لك وشكرا لمداخلتك معنا، شكرا جزيلا. بس انه خلينا ناخذ، استاذنك استاذه فاطمه اعذريني عشان الاتصال، تفضل فضيلتك، حكى عن مجموعه من الاشكاليات. صحيح. وهذا بيثبت قولنا انه يعني كل جهه تريد ان تتمسك من وجهه نظرها، يعني اقرا اللي ذكره الاستاذ احمد يعني يناقض كليا ما تذكره مثلا اللجنه الوطنيه لشؤون المراه، وهذا يطالب باقصى اليمين وهؤلاء يطالبون، ما هذا اللي رصدناه كاعلام، كإعلام. صحيح. وبالتالي نحن نريد ان نكون في عندنا توازن. الآن بالنسبة للمغترب، المغترب نحن نحكي 5 ليالي في الشهر للمقيمين في الأردن، الجيران اللي بيكونوا في نفس البلد في تنازع، وعند التنازع هلأ لماذا لا يتراضى الأطراف على شيء أكثر نضجا من ذلك؟ 2، المغترب القانون لا أعطى صلاحيات للقاضي أوسع، لأنه هذا بده يجي بجزء شهر في السنة، ممكن أنا أعطيه أسبوعين، ممكن أعطيه 3 أسابيع. وأيضا إحنا نريد أن نتحدث لما ذكر المذاهب، المذاهب يذكر في
في بيئة كانت مختلفة. يعني كان الطفل يقول الفقهاء يبيت ليلا عند أمه ويذهب نهارا مع أبيه يتعلم الصنعة. الآن هذا متعذر تطبيقه ضمن البيئة اللي إحنا منعيشها الآن، بيئة مدارس، التعلم من ضمن المدارس وفي ترتيبات معينة، فبالتالي صعب إنه هذا الطفل من الناحية النفسية والتربوية يظل أنتقل فيه من بيئة إلى بيئة في كل يوم أو في كل يومين. ثم نتحدث عن ما يسمى بالحضانة المشتركة. هذه مصطلحات للأسف الكثير من الناس ما بيدققوا فيها بتفصيلاتها. لدينا إحنا بنسميها حضانة مشتركة بالتعبيرات القانونية حتى الدولية، حضانة مشتركة فعلية وقانونية. أكثر الحضانة المشتركة في العالم هي ما تسمى بالحضانة المشتركة القانونية، بمعنى أنهم الاثنين بيكون لهم الولاية القانونية على الطفل. شو المشكلة أنها تتطبق فضيلتك؟ لا، ما هو بيختلف عن المطلوب. الحضانة المشتركة الفعلية يعني أنه هذا الطفل يتقاسمه الاثنين جسديا، بمعنى يكون يومين هون ويومين هون، أو ثلاث أيام هون وثلاث أيام هون. هذا سيسبب إرهاق نفسي للطفل. نعم. الطفل يجب أن يستقر في مكان معين، في إله مدرسته، في إله ترتيبه، إما عند الأم أو عند الأب. في نهاية الأسبوع يذهب إلى الطرف الآخر، أو إذا كان في عطل يذهب بأيام أكبر. في أي نص قانوني عن العطل؟ نقول لك هذه ترتبها المحكمة وفق حالة الطفل، لأنه عندنا أطفال في المدارس، عندنا أطفال ربما تكون نظامهم التعليمي مختلف عن نظام تعليمي خلصنا آخر. خلصنا المدارس ودخلنا الإجازات. ثم لا أنا يعني لا أستطيع أن أضع في القانون أقول إنه عند العطل يجب أن يذهب إلى غير الحاضن. طب هذا الحاضن ألا يحتاج في العطلة أنه يجلس مع ابنه كمان، بده يروح رحلة هو إياه، بده يروح عند دار جده، بده يروح عند طيب دار أخواله. طيب بس فضيلتك تحملني. لا، ما هي قضية فاطمة. يعني إحنا عم نحكي عن دائما في المرحلة أو أوقات الدوام المدرسي أو الفترة الزمنية صحيح. الدراسية، لكن في عندي 3 أشهر إجازة اللي هي إجازة الصيف. في عندي شهر ما بين الفصلين، في عندي شهر رمضان. يعني هل يعقل إنه رمضان يا أما بشوفه ليلة أو بشوفه بجمعهم 5 أيام، وفي 25 يوم من رمضان ما بشوفه؟ إحنا نقول هذا عند النزاع يا دكتور. نعم. عند النزاع احنا لدينا بدنا مرونة اكثر في انه يتواصل لدينا مع الآن مع غير الحاضر. كثير من الاتفاقيات بياخذوا اسبوع، بياخذوا 10 ايام، ما في عندنا مشكله في ذلك. نحن نتحدث عن النزاع الشديد اللي بيكون بين الطرفين، اللي بترتب عليه نفقات، واللي بترتب عليه استلام وتسليم للطفل، وبترتب عليه احيان تجدد نزاعات قضائيه حول مثل هذه المسائل. هذه لابد انه يضبطها القانون، لكن ضبطا مرنا، بمعنى ما بستطيع أحط في القانون أنه لا يوم عطلة ويوم سبت ويوم كذا، هذا سيسبب إشكاليات في التطبيق. تمام. نحن الآن انتقلنا من مرحلة الأقل إلى المرحلة أكثر مرونة، خلينا نطبق ونشوف كيف الأمور على أرض الواقع. ثم بعد ذلك بيتعود الناس على مثل هذه المفاهيم إلى مستقبل ربما يكون أكثر يعني توسعا. وصلت فضيلتك. بدي أسأل أستاذ فاطمة عن هذا الموضوع. خصوصا أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لم تذكر أبدا أن تكون من ضمن التعديلات، لأنه ممكن يكون عندي أطفال طفلات، يعني في تركيز معين على مواد معينة خاصة بالمرأة. هل نهمل الأطفال، نهمل جميع الأطراف في سبيل أنه تكون هناك المحاصصة في القوانين لأجل المرأة فقط على حساب الطفل؟ ورأيك في موضوع المبيت؟ هو حقيقة هالأيام عم بيصير في عنا وعي ما بين الناس، عم نعمل اتفاقيات ومنثبتها عن دائرة قاضي القضاء في الوفاق الأسري، بتفقوا الطرفين لأنه الطرفين عندهم وعي أنهم كل شيء بيصب في مصلحة الطفل عم يشتغلوا عليها. لكن لما يصير في عنا مناكفات، شد من الطرفين، كل واحد بده يكسر عظام الثاني وبينظرش لهذا الطفل اللي بيناتهم. هي الحضانة المشتركة مثل ما تفضل فضيلة الشيخ الدكتور أشرف، هي فعلا مضرة للطفل. هو معتاد على تخته، معتاد على أغراضه، بكرة عنده مدرسة، عنده رحلة، بده يكون بهذا اليوم عند والده، رح يجد أغراضه مش موجودين، الوالدة عادة متعودة توصله أو العكس. نعم. في إشكالية بهذا الموضوع. عند التطبيق رح نلاقي فيها إشكالية. وأيضا الإشكالية الأكبر عندما بيكون الأب غايب سنوات عن الأطفال، والأطفال بحاجة إله، بدهم يشوفوه، بيجي فجأة بده ياخذ الأولاد مبيت. عم نطلب إحنا يكون في تفهم إنه يصير المبيت أو المشاهدة نوع من التدريج حتى يعتاد الطفل عليه. يعني اللي بيكون الطفل تاركه من عمره سنة جاي على 10 سنوات بدك تشوفه. يعني أنا عندي طفلة إجتني عمرها 10 سنوات مع أمها، أبوها تاركها ومتزوج وعنده أطفال مستغني عنها. إجتني بدها إياني أرفع قضية. أدي عمرها؟ عمرها 10 سنوات. أرفع قضية على أبوها وعلى جدها وجدتها وعماتها وعمامها،
بتقول لي بدي اعرف شو معنى عم وعمة زي اولاد صفي يا الله. زي بنات صفي. بالقانون ما في عنا طفله ترفع مشاهده على الطرف الاخر على والدها او والدتها. في كمان والدات ستات بيروحوا وبيعيشوا برا بتزوجوا وبتركوا اطفالهم. يعني احنا اذا بدنا نضل ندور حوالي هذا الطفل هو المتضرر الاكبر. صح. حتى التعديلات هاي لا يمكن ان تكون منصفه للطفل. يعني قد يرضى فيها الرجل لأنها تصب في مصلحته وقد ترضى فيها المرأة، لكن المطالبات فيما يتعلق في المبيت كانت هاي مطالبات يطالب بها الرجال. أيضا أحيانا إذا كانت الحضانة بيد الرجل المرأة لا يحق لها أن تأخذ الطفل في المبيت أسوة بالقانون، خصوصا لكونها داخل خصوصاً البلد. خصوصا أن المرأة أو الأم يعني بيقدر الأب يغادر بالأولاد خارج البلد إذا ما كان معمول منع سفر، ما بتعرف صاروا بأي بلد وصارت حادثة وانضمت إلى حملة إحموا أطفالنا، أنه عندهم أربع أطفال وسافر فيهم الوالد إلى أمريكا ولا تعلم عنهم شيء حتى الآن. ابقوا معنا بعد الفاصل. مشاهدينا منتابع معكم حلقة قانون الأحوال الشخصية ما بين التعديلات والإقرارات في مجلس الأمة، ومنتابع معك فضيلة الشيخ في كان هناك بعض الملاحظات بتحب أنك توردها فيما يخص فصل الرؤية والمشاهدة والاستزارة. هو بس لأنه ذكرت في من الأخ الدكتور أحمد أنه إحنا رفعنا سن الحضانة، هو الحقيقة ما صار تعديل على سن الحضانة في التعديلات الأخيرة، هو بقي 15 سنة بالنسبة للأم، يعني في حالة خلينا نقول استواء الأهلية ما بين الطرفين. نعم. لكن اللي تم رفعه الحقيقة هو استحقاق أجرة الحضانة. نعم. يجوز هذا صار في سوء فهم في الإعلام. صح. اللي كان الحاضنة تأخذ أجرة الحضانة إلى حين إتمام المحضون سن 12. نعم. التعديل اللي أدخله مجلس النواب أنه أصبح للحاضن الحق في استحقاق أجرة الحضانة إلى سن 15 باعتبار أنه هذا السن هو منتهى سن البلوغ، وبالتالي حتى يكون مرتبط مع سن الحضانة. تمام. اللي في القانون في الأصل. وبالنسبة للمدارس شو صار في وضع المدارس؟ الآن بالنسبة للمدارس والتعليم هذا في تعديل أدخله أيضا مجلس النواب في هذا الموضوع، ذكر من ضمن الواجبات المطلوبة من الولي والحاضن اللي هي موضوع التأديب والتوجيه وأدخل موضوع الرعاية، فأصبحت قضية مشتركة ثلاث قضايا اللي هي التأديب والتوجيه والرعاية، بحيث أنه يسمح للأطراف سواء كان الولي أو الحاضن إذا اختلفت وجود الطفل عند أحدهما أنه هذه القضايا الثلاث يشترك فيها الاثنين. وهذه القضية كانت إشكالية في المدارس لأنه أحيانا تطبيق للأسف كان في بعض المدارس تطبيق لا يتوافق مع أحكام القانون، ونحن في دائرة قضاء القضاء جتنا للدائرة القانونية استشارة فيما يتعلق بهذا الموضوع وتم إرسال لهم الرأي القانوني، بحيث أنه وجود الحضانة مع الأم لا يعني بأي حال من الأحوال منع الأب من متابعة ابنه في المدرسة، والعكس لأنه حق الطفل أو العكس الطفل. نعم. لأنه حق التوجيه والرعاية حق مشترك ما بين الطرفين. أكيد. أنا كأب مش حاضن من حقي أروح على المدرسة أتابع ابني أشوف علاماته بده عنده إشكالات في المدرسة ألتقي مع المرشد ألتقي مع ابني في المدرسة. تم التعميم فضيلتك. هذه لا علاقة لها بموضوع الرؤية والمشاهدة والاستزارة والحضانة، قضية منفصلة تماما معممة. وأظن ما بعرف شو الإجراء اللي أخذوه وزارة التربية على الموضوع هل عممه أو لا، لكن نحن أرسلنا هذا الرد بشكل قانوني إلى ممتاز. وزارة التربية. ممتاز. لو رجعكم أحد الأفراد بده كتاب موجه للمدرسة ممكن تمنحوا هذا الكتاب. إحنا الآن إذا في قضايا خاصة بتعطيها المحاكم. نعم. لكن إحنا بنحكي كرأي عام، لأنه كان في عنا أبدي رأي أنه أحيانا المدارس كيف تعمل إذا جاءت الأم ومعها قرار حضانة أو حجة حضانة كان يمنع الأب نهائيا من التواصل مع المدرسة فيما يتعلق بشؤون المدرسة. وهذا لا يتوافق مع أحكام القانون، بالعكس طبعاً. لأن الأب له سلطة بأنه يتابع ابنه حتى ولو لم يكن حاضنا، هذا يعني أمر مفروض منه. أكيد. وكان في سوء في التطبيق، يعني نأمل أنه أن يراعى هذا مستقبلا. ممتاز ممتاز فضيلتك أشكرك. بدي أسألك أستاذة فاطمة في موضوع إثبات النسب. نعم. وكان هناك مطلب للجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية حول موضوع إثبات النسب أن يكون الدي إن إيه من أحد الأمور المعمول فيها بدون وجود بالفراش الزوجية أو إقرار أو البينة، شو رأيك بهذا الموضوع؟ يعني حتى في قانون 2010 كان في بالوسائل العلمية المقصود فيها الدي إن إيه، للآن يمكن أعداد لا تصل إلى عدد الواحد اللي تم تطبيق هذا النص فيها.
حسب معلوماتي أنا، ما بعرف فضيلة الشيخ يمكن يكون عنده إحصائية غير هيك، لذلك هي غير مفعلة وغير مطبقة. لكن حتى يكون في استقرار في المجتمع، فحص الدي إن إيه لا يجوز أن يترك على الغارب. أي شخص صار في عنده شك بعد 20 سنة بأطفاله يروح يحولهم على فحص الدي إن إيه، هذا بيعمل نوع من الخلل في المجتمع وفي الأسرة. لذلك إحنا بدنا تستقر المحاكم، تستقر القضايا، ويستقر المجتمع. الإبقاء على فحص الدي إن إيه بيكون هو الفيصل دون إقرانه بفراش الزوجية، لأنه فراش الزوجية أحيانا يكون عائق أمام هذا القانون. يكون هناك مواقع ما بين طرفين، صار في عنا حمل، أين حق هذا الطفل؟ حق الطفل في أن يكون له نسب واضح ومحدد حتى لا نخلق له مشكلة في المستقبل إذا نظرنا إلى مصلحة الطفل. تم إضافة شبهة الوطئ من أحد الدلائل، هي تم النقاش فيها في مجلس النواب والأستاذ وفاء مصطفى، وكنا في لقاء قبل تقريبا 6 أشهر في هذا الموضوع. حتى كان في بعض الصحفيين يضحكوا على هذا المصطلح. ليه؟ شبهة الوطئ بقول لك احنا بطلنا عايشين في بيوت شعر زي زمان، انه الشخص بعد ما يخلص ضيوفه ويفوت على الحليلة زوجته يفكرها زوجته تطلع لهي الضيفة، او انه يتزوج واحدة تطلع ويدخلها، هذا يعني هيك بيفهموها هن. هي شبهة الوطئ لها عدة تفاسير، لكنها فعلا من الحالات النادرة والقليلة جدا. احنا لا يجوز ان نحدد قانون في حالات قليلة. نركز على نسب هذا النسب من حق الطفل، نعم، لكن إذا كان هذا الطفل لا يحمل أي نسب فنحن خلقنا له مشكلة في المستقبل. طبعا إذا كان المخاوف من وجود الزنا ومن سفاح المحارم، إذا لماذا لا نسمح بإسقاط هذا الحمل؟ نعم. هناك فتوى إذا كان هناك خطر على الأم، وجود تشوه في الجنين في عمر معين من الحمل يجوز إسقاطه. سفاح المحارم المنادى من عدة مجتمعات إذا كان هناك حمل في هذه الأسرة من محرم على مرأة، فبالتالي لابد من فتوى بجواز إسقاطه، ولو أنه قتل الجنين غير مجاز والحق في الحياة هذا حق الإنسان. نعم. لكن حتى نحمي هذا الطفل من مشاكل اللي هي موضوع النسب. تمام. قبل ما نكمل مع فضيلتك ناخذ اتصال مع سعادة النائب حياة المسامي عضو مجلس النواب. يعطيك العافية أستاذة. أهلين، الله يعافيك، حياكم الله. أستاذة حياة، أود أن أسألك مباشرة حول موضوع إثبات النسب بعد إقرار القانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب وإضافة شبهة الوطئ لموضوع. نعم. إثبات النسب، شو رأيك في الموضوع؟ أول شيء سعد مساكي ومسا الضيوف. يعني إحنا في المجلس أخذنا بما صدر عن دائرة قاضي القضاء، ويعني حاولنا أنه نتمسك بما صدر عن دائرة قاضي القضاء باعتبارها كانت نتيجة حوار مجتمعي كبير، بالإضافة إلى الإطار الشرعي الذي يعملون به الزملاء الأفاضل وسماحتهم في. نعم. دائرة قاضي القضاء. أنا أعتقد أنه في موضوع إثبات النسب هذه الإضافة تعتبر إضافة إيجابية، فيها توسيع، فيها محاولة لإزداء يعني، أو محاولة تجاوز بعض القضايا التي. نعم. تصادف الناس في المحاكم والتسهيل عليهم. ولذلك أعتقد هو موضوع شبهة الوطئ كانت مفيدة، وموضوع اللي هو يعني أنه ترك الموضوع للقضاء في القضايا. نعم. الأخرى باستخدام البينة برضه أنا بعتبرها إضافات مفيدة وإضافات فيها توسع. طيب بدي أسألك سؤال أخير أستاذي حياة، هل لقيتي تجاوب من جميع زميلاتك السيدات النواب حول موضوع التعديلات التي جاءت في مجلس النواب حول الأحوال الشخصية؟ يعني أنا نحن لسنا شخصية واحدة، نحن نختلف في تفكيرنا وفي نظرتنا للنصوص التي تأتينا، ولذلك كان هناك بعض الزميلات ارتأوا على سبيل المثال أنه يكون هناك توسع أكثر في موضوع استخدام الوسائل العلمية في إثبات النسب، لكن الإطار الأكبر الأعم وجدنا أن غالبية السيدات وغالبية المجلس كانت باتجاه ما توصلت إليه اللجنة بالاتفاق مع دائرة قاضي القضاء. نعم، السيدة سعادة النائب حياة المسامي، شكرا جزيلا لك وشكرا مداخلتك معنا، شكرا جزيلا. بدي أسألك فضيلة الشيخ، يعني موضوع إثبات النسب اللي كان دائما حديث الساعة منذ سنوات، وإضافة بعض المصطلحات اللي بدها يمكن حلقة لوحدها مفصلة، بإضافة الوطئ بشبهة، المواقعة بالإكراه، الحيلة والخداع، يعني ما فائدتها الآن بعد إلغاء المادة 308؟
لا هو خلينا نكون نوضح الامر بجوز انتم تفضل. التعديلات هذه اللي ليست التي اعتمدت في مجلس النواب بقراره الاخير في اخر جلسه، لانه قبل ما يصوت مجلس النواب على القانون بصيغته النهائيه رئيس سعاده رئيس اللجنه القانونيه قدم مداخله مهمه امام مجلس النواب، لانه صار في لغط على الماده وعده تفسيرات، وسماحه المفتي العام قدم رايا لمجلس النواب وهذا الراي تلي داخل القبه، والحقيقة من ضمن فتوى أخذها مجلس الإفتاء، وهي فتوى أنا من وجهة نظري راقية في صياغتها، نعم، تحفظ كرامة الإنسان وتحفظ كرامة الطفل. مه. وارتأى مجلس النواب في النهاية أن يأخذ بالنص اللي اقترحه مجلس الإفتاء، وهو ونص اللي اقترحه مجلس الإفتاء وهو أنه للمحكمة أن تثبت نسب المولود لأبيه بالوسائل العلمية القطعية مع مراعاة فراش الزوجية، وهذا تعديل مهم أدخله مجلس النواب على القانون. شو أثر التطبيق؟ أول شيء خلينا نقول هذا التعديل هو من الناحية الشرعية صادر عن مجلس الإفتاء الأردني صاحب الصلاحية في بيان الحكم الشرعي في المسائل العامة، نعم، وفي بيان الرأي في التشريعات ذات العلاقة. اثنين، الآن التفسير القانوني لهذه الإضافة النوعية اللي أدخلها مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الإفتاء ابتعدت قليلا عن فكرة الاقتران اللي كانت موجودة في القانون القديم، ولم تذكر قضايا الاغتصاب والإكراه والحيلة والخداع، لأنه أنا في النهاية أريد أن أسبب الأحكام عند إثبات النسب، فحتى لا يبقى الطفل في حرج هو وأسرته، يعني نريد أن تكون صياغة الأحكام بعيدة عن مثل هذه المسميات الحصرية في القانون عند الإحالة للمادة. ومجلس الإفتاء أراد أن يعطي السلطة التقديرية للمحكمة، لأنه زي ما قالت الأستاذة فاطمة ليس كل حالة أنا أجري فيها فحص، في بعض الأنساب ثابتة بفراش الزوجية لا يجوز المساس بها، بالتالي ممكن أي واحد يجي يقول لك أنا بدي أعمل فحص دي إن إيه ويخرب الدنيا ببعض الترتيبات. لا، هناك في أنساب مستقرة لا يجوز العبث بها في المجتمع، لكن هناك في حالات قد تكون ناتجة عن شبهة وغير شبهة، لأنه مفهوم الشبهة ليس كما ذكر، يعني هو هذا علم قائم بذاته، شبهة المحل وشبهة العقد وشبهة، يعني هذا كلام كبير جدا، يعني في مؤلفات في الموضوع. في النهاية أنا أقول التعديل يصب في مصلحة الطفل في النهاية وفي مصلحة المجتمع، ما بدنا نفتح الباب على مصراعيه ولا نريد أن نضيق في المقابل، نعم، لكن نريد أن نحل بعض الإشكالات التي تقع أمام المحاكم، نعم. لكن هل هي قليلة أو كثيرة؟ إحنا المشكلة إحنا قضاء، لا نذهب إلى الناس ونأتي بالحالات ونبت بها، القضاء ينظر في الحالات المعروضة أمامه. هلا في كثير ربما من الحالات مجهولي النسب والموجودة في دور الرعاية وغيرها لا يبت بها، مع أنه حتى القانون الحالي يوجد لها حلولا، لكن في إشكاليات متعلقة بأبعاد اجتماعية. طيب فضيلتك أسألك سؤال في كلام صريح، يعني بعد إلغاء المادة 308 بس استكمالا لموضوع بس الاقتران والمراعاة، اندهمنا الوقت اسمحي لي، بعد إلغاء المادة 308 هل إثبات النسب استقرت الأعداد أم زادت أم قلت؟ لا احنا الان ما بقدر اعطي احصائيه، ما في احصائيه لانه بتعرفي انت هذه قضايا اصلا في القضايا الجزائيه المتعلقه بهذه، نعم، الامور تطول، يعني ما بتنحل بشهر وشهرين وثلاثه. بعدين عندنا احنا قضايا الاغتصاب حقيقه اللي بثبت فيها الاغتصاب، جزء بتعرف القضاء النظامي يعني من 10 سنوات كم قضيه صدر فيها حكم اغتصاب، بجوز قضيتين او ثلاثه من 10 سنوات. خطبنا وزاره العدل عشان ناخذ الارقام، ربما لا يوجد، نعم، ليس لدي ارقام دقيقه، لكن طيب حسب معلوماتي، نعم، لا يوجد احكام قطعيه بالاغتصاب اللي هو الإكراه بهذه، نعم، الأعداد التي يقولون عنها. تمام فضيلتك. أستاذي سريعا بشكل ثانية تفضلي. هو إحنا رح ندخل في إشكالية أتم وبلغ أكمل في موضوع سن الزواج، رح ندخل في إشكالية اقتران ومراعاة. محلول إحنا عندنا مشكلتنا بالقضاء يا بيك، إنه اقتران ومراعاة بصير كأنه هو شرط يكون فراش الزوجية، يعني توضيح المصطلحات أكثر. نعم كتير مهم. في فتوى استند إلها لتعديل المادة، الفتوى موجودة في مجلس النواب ويمكن الرجوع إليها لتفسير النص. مراعاة واقتران، تمام، لأنه إحنا وقعنا في إشكالية في قضايا الشقاق والنزاع اللي هي موضوع إذا رفعت المرأة قضية، موضوع التحقق للأسف لا يكون هناك تحقق، هو إثبات كامل بنسبة الإثبات. ما يمكن إحنا بحاجة إلى كل التعديلات التي، نعم، وردت في مجلس النواب إلى كل حلقة مفصلة إلى على حدة. بدي أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أشرف العمري مستشار قاضي القضاء، شكرا جزيلا لك، وأشكر المحامية الشرعية فاطمة الدباس، شكرا جزيلا لك، شكرا لحضوركم معنا. أعزائي المشاهدين، بالنهاية نتحدث عن العدالة الاجتماعية، نتحدث عن تماسك الأسرة، عن تحقيق المعايير الدولية حسب الاتفاقيات لجميع أفراد الأسرة وبالأخص مصلحة الصغار. مني
عبيدة عبدو ومن فريق العمل أجمل أمنيات، في أمان الله.